السلام عليكم، معكم محمد عبد القادر. احنا النهارده في وادي نطرون بنصور 10 فدان. عشر فدان للصراحة دي فيهم أوضة وحمام ومطبخ وصالة. الطاقة الشمسية تبع الأرض 7.5 كيلو. كان الزرع تب، ده كوم التب. وده البير بتاع الأرض، ملوحة المية 1500، مستصلح الأرض هو دلوقتي حاليا عشان يزرع. سمسم، تربة الأرض تربة حمراء. يفرد الشبكة، دي الخراطيم اللي مفرودة في الأرض. سعر الفدان 300,000. أرض ملك نهائي محافظة البحيرة. دي الشبكة، معلش الهواء النهاردة عالي. دي فرصة، ومن الآخر بالعربي لقطة. 10 فدان دول لقطة، وفيهم بعد وقائي لو عاوز تعمل عنبر فراخ. فيها كهرباء، ساحب بنجار، كهرباء للبيت، وده الجار اللي عنده محول كهرباء لو انت عاوز تسحب كهرباء. محول عاوز تعمل الكهرباء في الارض دي. زرع كنتالوب وطماطم وبطيخ. الراجل قال لنا البير له فترة ما اشتغلش، حللنا المية، قال البير له فترة ما اشتغلش. وقت ما بيشتغل ايام الغلة كان شغال على طول، كانت المية كويسة اقل من 1000. الارض كلها شبكة رئيسية وفرعية، واللي حوالين من لها كلها زرعة. بينها وبين الاسفلت الفرعي 7 كيلو. الارض فيها مميزات حلوة، ارض تربة حمراء مستصلحة كلها مسطرة. كان الزرع غلة، بسم الله ما شاء الله. ده كوم غلة اهو، ده التب، وده الكوم التاني. وفيها بعد وقائي لو عاوز تعمل عنبر. بالنسبة للكهرباء بينك وبينها مفيش 500 متر. لو عاوز توصل محول خاص بيك، لو هتعمل عنبر هتعمل محول خاص بيك. والطريق ده في نص الأرض، يعني يعتبر 5 يمين و5 شمال. وده نخل بلح، عامل المشيات كلها نخل بلح. الجنب الجبلي معمول زربي ومحدد الأرض بتاعته. يا ريت تدعمونا باللايكات، مش مشترك في القناة يشترك، الاشتراك مش إجباري. واللي عجبه الفيديو
يدوس لايك، واللي مش عاجبه الفيديو يدوس ديسلايك. المزرعة دي فرصة للي بيشتري. يا رب يكون عجبكم الفيديو، وكل سنة وانتم طيبين. شكرا.